زينت أمطار الخير والرحمة شوارع مملكة البحرين وأرجائها وسط فرحة المواطنين والمقيمين الذين استبشروا بموسم خير على المملكة. وقد شهدت جميع مناطق البحرين اليوم الثاني على التوالي هطول كميات كبيرة من الأمطار شملت المدن والقرى وسالت على إثرها الأودية وعانقت أرض المملكة بعد طول غياب لتبشر بحلة خضراء ستكسو المنطقة عما قريب. وشهدت حالة الطقس أوضاعا غير مستقرة امتازت بهطول الأمطار بشكل متقطع، وشهدت بعض مناطق البحرين ومن بينها المحرق هطول كميات أكبر من الأمطار مساء أمس واليوم.